امبارح منظمة الصحة العالمية خلال الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية أشادت بنجاح مصر في السيطرة والقضاء على شلل الأطفال. مش بس كده، ده كمان مجلة فوربس الأمريكية أشادت بتجربة مصر في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي المعروف بفيروس سي. طبعا في التقرير المطول اللي جه قال ان الدوله المصريه قدرت تتفوق على عدد كبير من الدول في هذا المجال. خلونا نعرف تفاصيل اكتر، ازاي مصر قدرت تقضي تماما على فيروس سي، بالاضافه ايضا الى ازاي قدرت مصر ان هي تقضي تماما على شلل الاطفال، وده من زمان من 2006 تقريبا. ايه الاستراتيجيه اللي اتبعتها الدوله بهذا الخصوص وعشان نقدر محافظين على ان مصر خاليه من مرض شلل الاطفال؟ هنعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ شاذلي. صباح الخير يا استاذ بشار. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. طبعا هذا المرض لو هنتكلم في البدايه عن شلل الاطفال حتى نصل الى هذه الاشاده من منظمه الصحه العالميه، كان موجود في مصر، واخر حاله تم رصدها في 2004 2006 تم القضاء على شلل الاطفال، وده مرض كان متوطن في مصر من الاف السنين، حتى في نقوش على جدران من القدماء المصريين بتؤكد انه كان موجود هذا المرض. ازاي قدرنا ان احنا نقضي تماما على شلل الاطفال في مصر، وايه الاستراتيجيه اللي اتبعتها الدوله في هذا الخصوص؟ هذا كلام حقيقي، والفترة دي كنت أنا فيها مدير الصحة والسكان، ولما جينا كان لسه مصر من إحدى الدول اللي سجل فيها شلل الأطفال، وبدأنا عمل الحقيقة كانت تجربة رائعة وفيها أفكار جديدة جدا عشان نقضي على شلل الأطفال. في الوقت ده كان مطلوب إن إحنا طبعا شلل الأطفال زي ما حضرتك قلت كان ليه تداعيات كبيرة جدا، ووفيات وناس بتضلها الشلل، والحقيقه معاناه شديده جدا للاسر وللمريض. الحل كان في هذا الوقت هو الحل التطعيمي او اعطاء اللقاحات. طبعا كان في لقاحات موجوده وكانت بتتاق، لكن عملنا استراتيجيه كانت تجربه مصريه فريده وطبقت في كثير من الدول المصابه بعد ذلك. ان احنا نطعم الناس، كل الناس اللي احنا عايزينهم الفئات المستهدفه نروح لهم البيوت، يعني ما قالوش تعالى مكتب الصحة أو تعالى في الحتة الفلانية عشان تاخد التطعيم. وعملنا فرقة تطعيم أول مرة يا أستاذ شاذلي كانوا 90,000 فرقة. وعشان ندخل إلى الأماكن الضيقة وإلى الحواري والحاجات دي كلها جبنا عربيات صغيرة، عربيات صغيرة يعني اسمح لي لو اقول لك اللي احنا بنسميها سوزوكي دي الصغيرة. مفهوم. وعملنا الفرقة بفرق يعني تبريد متنقلة، لأن في وقت من الأوقات كان التطعيم بيتحط في حتت ممكن الحر يبوظه. ومعرفش حاجة تتذكره ولا لا، عدينا على البيوت بيت بيت، وأنا شخصيا كنت بعدي في الأماكن العشوائية والأماكن النائية ومحطات الأتوبيس، كل المتروفيرين والقادمين، وكنا بنديهم التطعيم بتاع شلل الأطفال. وقعدنا في هذه القصة عدة سنوات. انت بتقدر ترصد نجاح الحملات بتاع شلل الأطفال انك بتشوف الفيروس موجود في الصرف الصحي ولا لا. سنة 2004 و2005 منظمة الصحة العالمية قالت خلاص مفيش حالات، عدة مرات متكررة من عدة مناطق قالوا مفيش فيروس موجود في السيوج ولا حالات. وانا في الوقت ده صممت ان احنا نتاكد 100% حتى عندما نعلن ان مصر خاليه من شلل الاطفال بيكون فعلا ما فيش شلل اطفال. ومن هذه الفتره والحمد لله كثيرا ما كانش في حالات شلل اطفال. انما الحته اللي حضرتك قلتها وهي في منتهى الاهميه ان التطعيم ما زال مستمر حتى هذه اللحظه. طيب ليه بقى يا فندم؟ الناس بتسال ليه؟ سؤال حلو ده. ليه؟ لان في بعض البلاد المجاوره والتي فيها مشاكل فيها بعض حالات شلل الأطفال، فممكن يجي طفل من هذه الأماكن ويحمل الفيروس وينزل في الصرف الصحي في مصر أو يصيب حد. وعشان كده لحد هذه اللحظة حملات شلل الأطفال باستخدام جميع أنواع الطعوم الحديثة بتستخدم في تطعيم الأطفال في مصر، وكل حد من الأطفال قادم من خارج مصر خصوصاً البلاد اللي ما زال فيها شلل الأطفال. يعني بعض البلاد العربية ما زال فيها، عندنا عدة ألاف من المهاجرين أو الضيوف دي علينا دخلوا مصر من الحدود الجنوبية في الوقت ده، كل في فرق قاعدة هناك عشان تطعمهم ضد شلل الأطفال.
يبقى الخطة القومية المطبقة والمؤكدة ان احنا رغم ان مفيش ولا حالة شلل اطفال في مصر، ما زلنا بنقوم بالتطعيم سواء للاطفال المصريين او الاطفال القادمين من الخارج سواء مصريين او غير مصريين. وانا برضو باكد عن طريق حضرتك ان الناس تستمر وتستجيب وياخدوا الطعوم بتاع شلل الاطفال، فرق التطعيم اللي احنا بنسميها طرق الابواب، بتروح لهم لغايه البيوت، بتقف في محطات الاتوبيس، في محطات القطارات، في كل مكان عشان استمرار عمليه التطعيم. بس ده لسن معين يا فندم. شوف سيادتك، هو زمان كنا بندي من زيرو لخمسه، يعني من اول سن، من اول يوم، اول يوم ولاده لخمس سنوات. حاليا امتد شويه لان رصد في بعض البلاد ان ممكن حالات تصاب حتى 15 سنه. فاحنا مدينا للقادمين والموجودين اللي بيجوا من بره مصر لغايه 15 سنه.